السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. الحقيقة اليوم راح نلعب ببجي، أول مرة ألعب ببجي، بس مع ذلك قدرت أدمر 3 فرق في التحدي. لعبت سولو بوحدي بدون فريق، أنا راح نشوفها مع بعض. سجلتها لكم حبايبي. طبعا راح انزل المنطقة كلها حاويات، شايفين؟ بس حاويات المنطقة. دور على سلاح، خوذة، لقينا سلاح، طلق، ماذا ولا واحد. ان شاء الله نكون قتلنا. بس خلينا نكمل سلاحنا. بعد ما مات، لو مات كان اشهر فوق قتل. درع جيد، اعتقد صببته بس ما مات. اروح اشوفه الان. راح تبقى قنابل، اشوف اكو احد لو ماكو احد، يعني استكشف المنطقة. ماكو احد، اسمع اطلاق نار. اجوا على الصوت مال القنابل. شوف الصفحة الثانية، الدرينك عندي واحدة. وصلت. لا. فريق كامل اجاني. قتلت 2 الان، 3. هذا رابع. هذا فريق كامل طبعا، حتى لبس لابسين نفس الشيء. شوف شنو عند هذا. حصلت قنبلة دخانية واحدة، 4 مخازن. طلع الدرينك عندي بس واحد. بشوف شفاء. جيتو، هلا بيكم. وين؟ ماكو احد. طاني تحذير منطقة، سمعت طلق، يعني اكو احد موجود.
خدت رشاش بالقرص، شايفين ركبت القرص ناظور. هذا الخامس، سيف أنا موجود ولعبت بوجهي وغيرت نقالي. إذا أنت موجود تريد تلعب وياي حياك، اترك لي خبر باللعبة لو بالقناة. بعيد هذا شوية، ماكو أحد. بعيد درينك، عندي صار بعد 2 درينك، قنبلة دخانية. معني قاعد ألعب سولو يعني، أنا بوحدي بمفردي. هذا فريق، هذا فريق ثاني دمرته. شنو عندك انت هنا؟ صار عندي 5 درينك. تمام، قنابل دخانية 2، تبلع قنبلة منها وافتر له من هناك احسن. الان هو عدال، انا من هناك ذيك الصفحة. جاي تاني اطب من هناك، فكلها فرق جاي تجيني. شو القصة؟ هلا قنت شوية. شنو عندك؟ أنا راح أغادر منطقة الحاويات وأتجه بالطريق العام. آمل ألقى لي سيارة أو شيء. دراجة، يلا. دراجة ومدوبة، زاد طعم زد. ها سيارة، ها
راح اخذ السيارة. وين راح يودينا الطريق هذا؟ ما ادري. سيارة لقينا واحد موت. سيارتين يا جماعة، هم فريق هذا. قتلنا الفريق الثالث. صار القتل 12. تستكشف المنطقة. نروح في السيارة، ما شفنا شيء. اوكي، هذا واحد ناخذنا درينك. هاي رابع، رابع هذول، رابع جماعته فريقه. طبعا 13 واحد قتلنا. خلينا نطلع. اخ قتلوني. طبعا نلقاكم في لقاء جديد. هذا اخوكم ماجد، في امان الله.